السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا وفي الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة العثور على الطلبات المرسلة في فيسبوك وكذلك القيام بإلغائها. نبدأ مباشرة في التطبيق متاعنا، نمشيو لتطبيق فيسبوك ونقوم بفتح الحساب متاعنا على فيسبوك. بعد ما نقوم بفتح الحساب متاعنا نضغط على 3 خطوط الموجودة في أعلى يسار الشاشة، وبعدها مباشرة نمشيو نلقاو عنا القائمة هذه. في القائمة هذه نختارو الأوبشن متاع البحث عن أصدقاء اللي تلقاوها معناها موجودة في الأعلى في اليسار. عند بعض الأشخاص ربما المكان متاعها يكون متغير بعض الشيء، لكن مش تلقاوها في المكان هذا. لهنا مش يعطيك بعض اقتراحات الأصدقاء. من اقتراحات الأصدقاء هذية تقوم بالضغط على كلمة الطلبات. بعد الضغط على كلمة الطلبات نجيو لهنا، وكما قاعدين تشوفوا باش يعطيك اذا كان عندك طلبات صداقة باش تلقاها لهنا، اذا كان ما عندكش طلبات صداقة باش تضغط على 3 نقاط الموجودين في اعلى يسار الشاشة. وكما قاعدين تشوفوا ظهر لنا في الاسفل كلمة عرض الطلبات المرسلة. لهنا اذا كان قمت بارسال اي طلب متاع صداقة فانك باش تلقاه موجود في المكان هذا. خلينا نقوم بتجربة صغيرة، مثلا باش نقوم بإرسال طلب صداقة للشخص هذا، ونعود مرة أخرى لهنا لطلبات الصداقة المرسلة. كما قاعدين نشوفوا فأنه ظهر لنا الشخص هذا كطلب صداقة مرسل. إذا كان نحب نقوم بإلغاء طلب الصداقة فقط نضغط على كلمة إلغاء. كما قاعدين نشوفوا قول لنا تم إلغاء طلب وما نلقاوش حتى طلب صداقة موجود عندنا. كانت هذه الطريقة متاع العثور على طلبات الصداقة وكذلك معناها إزالتها أو حذفها. إن شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم. إذا كان عندكم أي استفسار تنجموا تكتبوه لنا في التعليقات ونجاوبكم عليه بإذن الله في تعليق أو في فيديو قادم. كانت هذه الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم ونالت رضاكم. إذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش كيف العادة تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر لايك وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقى لي باش نقول لكم كان إلى اللقاء.